وحول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة هالة أحمد سليمان، مديرة المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا. أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية نتحدث عن انطلاق المعسكر الصيفي ومدى دوره في تعزيز الولاء والانتماء لدى طلبة المعسكر. مساكم الله بالخير. سعدنا طبعا بانطلاقة النسخة 14 للمعسكر الصيفي لهذا العام عام 2023، والذي يشهد استمراريته من نسخته الأولى في عام 2009. طبعا استمرارية مثل هذا المعسكر يؤكد على نجاح الجهود المشتركة من قبل الشركاء من الجهات الرسمية والأهلية والمجتمعية، وأيضا اهتمام الأسر وأولياء الأمور في تنمية قدرات أولادهم من الناشئ والشباب. يمكن من ضمن مؤشرات النجاح عدد المشاركين لهذا العام اللي وصل إلى حوالي 300. ويأتي مثل هذا المعسكر بناء على توجيهات الفريق الأول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية بحريننا، والقائمين على المعسكر الصيفي للأكاديمية الملكية للشرطة وعلى رأسهم أمر الأكاديمية والجهات المشاركة مثل هيئة التمكين، وزارة التربية وغيرها من الجهات. يمكن يأتي هذا المعسكر أهميته في احتضان الشباب غرق قيم المواطن الصالح وتعزيز الانتماء الوطني، ولكن أيضا يأتي مكمل لعدة مبادرات وجهود تركز على الشباب، منها مبادرة مدينة الشباب التابعة لوزارة شؤون الشباب، ومبادرة سفراء الوطن التابعة لمعهد البحرين للتنمية السياسية. وجميع هذه الجهود تتكاتف لتحقيق أهداف الخطة الوطنية بحريننا. نعم، بالتأكيد استمرار يعني المعسكر الصيفي يؤكد فعلا نجاحه في كل نسخة، ولكن ماذا يقدم المعسكر الصيفي هذا العام 2023، وما الذي يميزه من البرامج المتنوعة وكذلك من ناحية الشراكة المجتمعية؟ الجميل في مبادرة المعسكر الصيفي أن كل عام طبعا يركز في المقام الأول على تعزيز الانتماء الوطني وغرس قيم المواطنة، ولكن هذا العام تم الأخذ بعين الاعتبار خمس محاور أساسية، منها تعزيز الشراكات المجتمعية، تعزيز مفاهيم الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، دمج مع ذوي الهمم، تعزيز مفاهيم أهمية البيئة الخضراء، وتنمية المهارات الإبداعية للشبابية. وكل وهذه المحاور يعني لا تتم إلا من خلال أنشطة ودورات وأساسيات متعددة، زيارات ميدانية، ويتم تطوير المحتوى ليواكب الأجيال والتطورات تحولات العصر. يتمكن المعسكر من التواصل مع الشباب، اللغة الأحادية أو اللغة اللي هي موجهة من وإلى تم استبدالها بالحوار وبالإبداع وبالابتكار من خلال العديد من الفقرات والبرامج والدورات. نعم، أيضا أستاذة هالة، حدثينا عن الشراكة القائمة بين المؤسسات الحكومية والأهلية ودورهم في يعني تنوع الفعاليات والبرامج. من خلال الشراكة المجتمعية البناءة واهتمام ذوي الاختصاص من المواطنين أو المؤسسات الوطنية بمشاركة خبراتهم، استطاع شركاء الخطة الوطنية بحريننا إنجاح مبادراتهم، والأهم من ذلك الاستمرار في تنفيذها لسنوات طويلة بشكل سنوي ومن خلال استخدام الوسائل المبتكرة والإبداعية. لو أخذنا بعين الاعتبار التحديات المختلفة اللي مرينا فيها مثل الجائحة الصحية أو تنفيذ برامج متنوعة ومميزة بميزانيات متواضعة، ولو تكلمنا عن الصورة الأكبر اللي هي الخطة الوطنية بحريننا شملت أكثر من 100 مبادرة وتم تنفيذها من خلال شراكة وتعاون حوالي 30 وزارة وهيئة حكومية وشبه حكومية وأيضا جهات أهلية. وإذا تكلمنا عن مبادرتنا اليوم اللي هي المعسكر الصيفي، كل عام يساهم في المعسكر ما لا يقل عن 200 مشارك من المواطنين والجهات في البرامج والفعاليات المختلفة، ودي تعتبر شهادة أخرى على إيمان المجتمع البحريني بالنتائج المرجوة من مبادرات الخطة مثل تعزيز الانتماء الوطني، غرس قيم المواطنة، وتعزيز الهوية البحرينية. نعم، تمنياتنا لكم بالتوفيق. الأستاذة هالة أحمد سليمان، مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية بحريننا، شكرا جزيلا لك.